يشوف يبدا يمشي في الكياس يجي في الكياس ويقف بالضبط. والا شقولكم في الكراهب وقعت لي برشا مرات اللي كرهبة تكون واقفه قدامك تخرج لك لينيطون حتى يخرج وحده. الله يرحم والديك بربي 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 والله انا نحب نضم صوتي لصوتك ونذكر الاخوه السواق التوانسه نقول لهم راهو الصانع العبقري في اوروبا ولا في اسيا لصناعة الكرهبة راهو عمل فيها كلينوطون راهو جعله للاستعمال. كان جاي يعرف اللي ما فماش حكمه من الكلينوطون راهو ما عملش كلينوطون. يا ولادي كي تجيو تدوروا اعملوا كلينوطون راهو تهبل تبدا على بعد كيلومتر تبدا انت تستنى فيه في ستوب وهو جاي ويتراخى وكذا فجاه يدور لك. يا ولدي الكلينوطون راهو هذاك هي لغه السياره. راهي السياره ما فيهاش بوق تقول لك هاني باش ندور على اليمين يلي واقف انت غاديك. راهو العقل في اوروبا وفي اسيا عمل حاجه اسمها اشاره ضوئيه ما في بالهمش. والاخر اللي دخل فيا الاخر دخل فيا من تالي خرجت له قلت له علاش هكا مكرهبه مشات قال لي سامحني عطشت نشرب. بالحق راهي هذيا معناها ما ثماش مسؤوليه ما ثماش هكا الانسان مش حكايه تركيز لازمك تشد في وحده زاد انت تمشي وحده لا عماد وقتها اللي هي يضرب على اخر لا 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 في فو انا في فو مش في فو وقف خلفي واضح واضح يلا توا كلينيطون باش نديماريو توا نحب نديماريو مع سي